وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة السيد الكريم سيقول: حديث من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، حديث صحيح وهو في البخاري وفي غيره، والمقصود هنا بالعجوة هي عجوة المدينة. نعم، هي عجوة المدينة. وقال بعض أهل العلم: وأسأل الله أن يكون هذا في كل أنواع التمر، ومنهم من حدد وقال بعجوة المدينة لورود النص فيه ذلك، كل من قال خرج مخرج الغالب. على كل حال، من تصبح بسبع تمرات من العجوة أو من غيرها يكون له فضل عظيم وشفاء بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يضره السم ولا السحر. وهذا من كلام خير البرية عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.